جايين على البير يعني الناس من امبارح بالليل استنوا فينا ملاكين حي يعفوك التلفزيون. هاي انا كديش مسكت حي في جبهتور اول مره بسمع انه حي يعفوك التلفزيون، فجايين هنا نشوف الدار ونشوف الحي. امبارح ما صحيناش نيجي. لا هاي الحية. أنا اللي مسك حية. لا السلام عليكم. كيف حالك عمي؟ شوفوا وين التلفزيون؟ هي التلفزيون. علي وعشاش. كان هيك ومدلة. فكرها سبحة. فكرتها سبحة البنت مسكتها في إيدها وفكرتها. البنت فكرتها مسبحة. مسكتها بيدها. عشانها مركطة. سبحان الله. هيك بكت. طب من وين تبكي اجت هاي المشكلة؟ هاي يعني الحي مش الخطرة لها نياب ورا يعني سمها. بس ما عمرش حدا انقرص منها يعني حتى تطلع بتحاولش تقرص. هي؟ لها نياب صغار ورا. يعني مش سامها هاي؟ معتدلة السم.